أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. أعلن مصرف البحرين المركزي منح أول رخصة لشركات الاستثمار من الفئة الرابعة لمديري صناديق الاستثمار الجماعي لشركة باكس كابيتال، حيث تلبي تلك الرخصة الجديدة احتياجات نماذج الأعمال لمديري الصناديق الاستثمارية المتخصصة الذين يديرون ويسوقون الصناديق الاستثمارية للمستثمرين المعتمدين. هذه الفئة الجديدة من التراخيص تفتح الطريق أمام مجموعة أوسع من المتقدمين لطلب تراخيص الشركات الاستثمارية، ويعزز من موقع البحرين كوجهة مفضلة لأنشطة الاستثمار. أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية أهمية تحول أصحاب منصات التجارة الإلكترونية غير المرخصة إلى العمل ضمن الأطر القانونية المتاحة للحصول على الشخصية الاعتبارية والتمتع بالدعم المتوفر بمملكة البحرين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الحكيم إبراهيم الشمري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. ما هي وجهة نظر جمعية رجال الأعمال البحرينية بخصوص تحول أصحاب منصات التجارة الإلكترونية إلى العمل المنظم؟ شكرا جزيلا. لقد كان لجمعية رجال الأعمال البحرينية فرصة المشاركة في ورشة حوارية حول هذا الموضوع، ونحن كجمعية بحرينية تختص بدعم توجهات الاقتصادية ورؤية البحرين نرى بأن رواد الأعمال أمامهم فرصة للانتقال من العمل العشوائي إلى العمل المنظم من خلال استخراج سجلات افتراضية لا تفرض عليهم الاشتراطات التي تفرض على السجلات العادية، والتمتع من خلال السجلات التجارية إلى الحصول على الشخصية الاعتبارية التي تسمح لهم بفتح الحسابات المصرفية للتبادل المالي بين العملاء والموردين والمستوردين، وكذلك الاستفادة من خدمات الدولة المتمثلة في مؤسساتها الداعمة لرواد ورجال الأعمال مثل مؤسسة تمكين، صادرات البحرين، وبنك البحرين للتنمية، وكذلك اكتسابهم من خلال السجلات الافتراضية للشخصية القانونية التي تسمح للمتعاملين التعرف عليهم عبر القنوات الرسمية. التجارة الإلكترونية في البحرين مجال ضخم وكبير يسمح بإزالة العوائق الجغرافية والحدود التي تساعد على توسع في هذه التجارة ليصبح العالم جميعا بدون أي استثناء سوق مفتوح لرجال الأعمال وسيدات الأعمال البحرينية. نعم. السيد عبد الحكيم إبراهيم الشمري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ مملكة البحرين مقرا لها، أعلنت نجاح الاكتتاب العام الأولي في البورصة الإندونيسية لشركة محفظتها صاحب امتياز ماذر كير إندونيسيا، وأشارت إلى أن الطرح يعد الأول لها في البورصة الإندونيسية والطرح العام 26 في تاريخ الشركة الممتد على مدار 40 عاما. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد يوسف اليوسف، رئيس مجموعة الثروات الخاصة في إنفست كورب. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. ما هي أهمية هذا الاكتتاب لإنفست كورب واستراتيجيتها في مجال الاستثمارات البديلة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الهدف الرئيسي من إدراج شركة ماذر كير إندونيسيا هو تسريع وتيرة نمو الشركة كونها أحد الشركات الرائدة في قطاع مستلزمات الأطفال في إندونيسيا، ويعطينا بسكوب
في الخيار للتخارج من الشركة بعد تنفيذ خطة العمل خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة. طبعا يعتبر هذا الإدراج الأول لإنفسكوم في سوق إندونيسيا للأوراق المالية، والإدراج رقم 26 في تاريخ إنفسكوم، حيث قمنا بعمل أكثر من 26 عملية إدراج في 9 بورصات عالمية. الأهمية الاستراتيجية لهذه الإدراج أن يعزز من مركزنا الريادي في مجال الاستثمار المباشر في قطاع الاستثمارات البديلة في آسيا بما فيها طبعا منطقة الخليج، ويعطينا مجال لزيادة الأصول المدارة من قارة آسيا كونها أحد قنوات الاستثمار الرئيسية لإنفسكوم. طبعا قطاع الاستثمارات البديلة في آسيا واعد جدا وينمو بشكل متسارع. احنا في إنفسكوم بدينا الاستثمار في آسيا قبل حوالي 6 سنوات، الآن لدينا محفظة استثمارية مكونة من 40 شركة تدار من خلال 5 مكاتب تابعة لنا في آسيا، وطبعا نطمح إلى زيادة حجم الوصول المدارة في آسيا إن شاء الله خلال السنوات القادمة. السيد يوسف اليوسف، رئيس مجموعة الثروات الخاصة في إنفستكورب، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.